اطلعي رانا، شو رأيك نروح مشوار أنا وأنتي وناكل بوزة من المحل اللي بتحبيه وبعدها بنرجع على البيت؟ أنا بعرف طريق البيت، شكراً إليك رانو. إذا بتريدي أنا إجيت لحتى أخذك من هون. شبكون؟ قلولي شو المشكلة؟ ليش مسكرين الطريق؟ يلا اطلعي رانو. ساهل؟ أنت راجع على البيت؟ إيه؟ وين المشكلة؟ ممكن توصلني بطريقة؟ ايه طبعاً. اختي ليش كل هالعقاب القاسي اللي عم تعاقبوني اياه؟ انا مو من حقي اني افرح وحس بفرحتك من شاني. باني سامحيني وافهميني، هلا انا مستعده أعمل كل شيء حتى تضلي مبسوطة. إذا بدك ياني أكون مبسوطة عن جد، بدي منك تعملي لي شيء واحد. تفسخي خطبتك منه. حاضر أختي، إذا هذا الشيء بيرضيكي أنا عندي استعداد أفسخ الخطبة من جاي والي الليلة، لأنه ممكن ساوي أي شيء كرمال سعادتك. بس يا باني لو أمي وأبي كانوا عايشين معنا اليوم كانوا رح يتشرطوا علي مثل هيك شرط برأيك؟ وما كانت سعادتهم رح تكون من سعادتي؟ ولا كانوا رح يجبروني بغض النظر عن رأيي؟ بيا أنا كمان بدي إياكي تكوني مبسوطة. معلش يا باني ولا يهمك، وكوني مطمنة ما رح غير قراري بفسخ الخطبة. بس الحقيقة هالعلاقة يلي نشأت بيني وبين جاي والي هالفترة، تأكدي إنها علاقة كلها صدق. وبكرة أول ما يرجع جاي والي من رحلة ماليزيا رح أفتح معه الموضوع. بيا اوعك تفكري ولا لحظة انه انا عم وقف بوش مستقبلك وسعادتك. ماما نحن هلأ في بإيدينا فرصة كبيرة والمفروض ما نضيعها. اخوكي جاي والي هلأ مسافر بشغل برات الهند، ولازم قبل ما يرجع لهون نقلع البنات الثلاثة ونطلعهم برات البيت بأي طريقة كانت ومهما كلفنا هالشي. صحيح إنه أخي جاي هلأ برات الهند، بس أنت لو عملت أي شي من ورا ظهره ما حتقدر تواجهه. ماما حرب مهابهاراتا صار فيها اعتداءات كتيرة وكلياتها بالغدر، وأسلوبهم لهالبنات هو الطعم بالظهر وما كانت مواجهتهم شريفة. وأنا كمان حضرت حالي للهجوم بطريقتي، وحتى إني حكيت سلفاً مع خالي جاي والي وخبرته بالحفلة يلي رح نعملها بكرة هون ببيتنا على شرف بيها. شو قلت؟ بدك يانا نحتفل ببنت خلت سمعتنا بالأراضي؟ ماما انت أكيد جنيت وفقدته لعقلك، لك هيك بتكون اعتذرت؟ رح خليها تدفع تمن كل هاد، تمن الإهانات اللي اجت من وراها لعائلتنا. هالبنت رح تدفع تمنها، وأما أخواتها التنتين رح يدفعوا معها تمن الأغلاط اللي عملتها. شو ما بدك ساوي، بس لازم تراعي خالك يا رامفير. ما بدي بس يرجع أخي يكون في مشاكل جديدة بالبيت وتضايقه. أبداً ما تاكلي هم ماما، من بعد هاي الحفلة أنا متأكد أنه رح تنتهي مشاكلنا. بلشي أنت بالتحضيرات، عزمي كل ضيوفك المهمين على الحفلة تبع بكرة، وأما الباقي فتركي علي. ممكن فوت دقيقتين؟
شو عم تعمل هون؟ أنا بعرف إنه علاقتنا كانت من أول يوم ما لها منيحة، بس بعد ما تصيري مرته لخالي جايوالي رح نصير عيلة وحدة، ولهيك فكرت نغير علاقتنا مع بعض من هلا. حتى فكرت بشغلة، فكرت إني أعمل حفلة عنا بالبيت على شرفك، وهيك منكون عم نعمل أحلى احتفال بيجمع العيلتين، وكمان بنفس الوقت مشان نكرمك. والحفلة حتصير بكرة قبل ما يوصل خالي، رح نحتفل بمرت خالنا، يعني الحفلة رح تكون على شرفك. وعلى كل، بس يرجع خالي من السفر ما رح يكون عندك وقت لحتى تتعرفي على كل معارفه. بيها رح تكون صاحبة الحفلة، بس ما بتكتمل الحفلة بدونك، لهيك كتير مهم تكوني موجودة. أنا رايح، لازم بلش جهز الأمور. رامفير بده يعمل حفلة على شرف أختي بيا؟ يا ترى شو اللي خلاه يغير تصرفاته تجاهنا؟ معقول بيا توقع بمشكلة كبيرة من وراء هالحفلة؟ رانو، هاي رانو، رايحة على الجامعة؟ لا، أنا رايحة شم شوية هوا وحاملة كتبي، عندك مانع؟ والله فكرتك رايحة على الجامعة. قديشك ذكي وفلهوي، على الجامعة لوين بدي روح؟ باي. استني رانو، وأنا رايح على الجامعة، طلعي لوصلك بطريقي إذا ما كان عندك مانع. مانك مضطرة تركبي معي إذا مو جاي على بالك. طيب ادفعي لي شو بدك تدفعي للشوفير، هيك بيكون أحسن، أوكي؟ خد هاي. متروبية؟ ليش كل هاد؟ إجرة الباص من البيت للجامعة 45 روبية. حلو، استني شوي، خليكي لحتى رجع لك باقي المصاري. ما في داعي ترجعلي، تذكر مبارح كمان وصلتني من البيت للجامعة وبدك مني 45 روبية، وبتقدر تعطيني بعدين 10 روبيات. تأخرت على المحاضرة، بشوفك. هاي جيازة. أهلين سونالي. تفضلي. شو أخبارك؟ ماشي الحال. بالنسبة لإلي الشي اللي صار بيناتنا هداك اليوم. جيازة، اللي صار صار ومشي الحال، انسي هلأ الموضوع. على كل، في كتير علاقات بتكون هيك، سعادة الطرف الثاني بتكون أهم من سعادتنا. وهيك طبيعة علاقتنا ببعضنا كمان، مو هيك سونالي؟ لأنه أنتي ما كنتي بس صديقة لأخي، وكمان كنتي صديقة لإلي، وما رح يأثر أي قرار حالي لأخي على علاقتنا اللي صار لفترة طويلة كتير. وهذا الشي اللي خلاني إجي لعندك يا سونالي، لحتى أعزمك على حفلة صغيرة عنا نحن ناويين إنه نعملها بكرة بالبيت. جيازة، أنا ما بعرف شو بدي قلك. أنا آسفة، بترجاكي لا تزعلي مني، ما رح أقدر أحضرها. لا حبيبتي، بدي أزعل منك إذا ما أجيتي عليها. سونالي، أنت إلك مكانة خاصة فعلاً ببيت عائلة والي، وما حدا بيقدر بالعالم ياخدها منك، ومين ما كان. جيازة، أنا ما بقدر. لا سونالي، ما بدي إياكي تقولي ولا كلمة. حبيبتي، الشي اللي صار ما لازم أبداً يأثر على نفسيتك ومعنوياتك. أنا تعودت عليكي دائماً تكوني قوية. أنا ناطرتك بكرة أكيد يا سونالي، بشوفك بالحفلة حبيبتي. وإذا هالشي بيرضيكي أختي، أنا عندي استعداد أفسخ الخطبة من جاي والي الليلة، لأني ممكن ساوي أي شي كرمال سعادتك. معقول أنا أكون غلطت مع بيا ووقفت بطريق سعادتك؟ يا ترى لو بابا وماما كانوا عايشين شو كانوا رح يعملوا؟ يا ترى رح يعملوا مثلي؟ تفضل. مرحبا باني.
أهلين بوشكر. كيفك اليوم؟ أنا ما عادت فهمت شي بالمرة، ومشان هيك جيت لعندك. ببيت والي في حفلة الليلة، وأنا ماني حابب روح أحضر الحفلة وماني عارفان شو بدي ساوي. العم جاي اتصل فيني خصوصي وقال لي مشان روح أحضرها. كيف هيك؟ الحفلة يلي عاملها على شرف عروسته. أنا كيف بدي أحضر هيك مناسبة؟ بوشكر، بعتقد إنك أنت لازم تحضر الحفلة، لأنه السيد جاي والي هو اللي طلب منك إنك تحضرها. طيب يا باني، كيف بدي روح وشوفها؟ بوشكر، حتى لو أنت ما رحت لهنيك ما رح تقدر تمنع حكي الناس. لازم تروح بوشكر. أنا ما بيهمني، ما حدا بالدنيا بيهمني أبدا. السيد جاي والي مثل أبوك، ما هيك؟ بوشكر، صار لازم تتقبل هالموضوع. لك شلون إذا ارتبط الشخص اللي منحبه من قلبنا بشخص تاني هو قريب منا كمان؟ خاصة إذا كان هالشخص القريب منا حبنا الأول والحقيقي. أنا بعرف يا بوشكر، بعرف إنه صعب تتفهم تصرفات أختي، بس الإنسان لازم يتحمل. بوشكر، كتير مهم إنك تروح على بيت السيد جاي والي وتحضر الحفلة، لأنك لازم تعرف شغلة، لازم تعرف على شو عم يخطط رانفير بهالحفلة. بوشكر، ما بدي رانفير يسبب أي مشاكل تانية بينك وبين أختي بيا، ولهيك لازم تحضر الحفلة. شو بين معك بفتح الورق؟ مثل السحر، كل شيء قالوا عني كان مزبوط تماماً. تعالي تأكدي بنفسك. أكيد، تفضل عدي هون لتجربي لنشوف. نقي بطاقة من هون. يبدو في شيء خطير رح يغير حياتك بالفترة اللي جاية، وبطريقة غريبة كتير. قصدي حيكون هالشي مختلف ومتعلق برقم، وهذا رح يغير حياتك قريبا. ايه، وشو الرقم؟ 9 8 6. لا لا، استنى شوي، بدي اكتبه للرقم، نقلني اياه. 5 4 3 7 2. 9 8 6 7 5 4 3 7. شو اللي عم يصير هون؟ ها؟ بعدولي هيك مرت عمي؟ شو شكلها ملكة الحرمية قاعدة هون؟ ابني، بدي اسألك سؤال. تفضلي. انت بس بتطلع على البطاقات وبتعطي العالم معلومات، فكيف زبطت معك هي؟ شو رأيك تجربيها؟ اختاري بطاقة من هدول. ايه بختار. ايه هي. طيب قوليلي شو حابة تعرفي عن حالك؟ ما بدي اعرف شي عن حالي ابدا، بدي بس اعرف شغلات عن ابني. يعني مثلا عن جوازته الاولانية؟ عن كل شي. ايه بس كنتك كانت مرة كتير لطيفة، ما هيك؟ كانت هيك، بس يا ويلي شو تغيرت بعدين. في مجال توقفوا لنا هالحديث المأساوي؟ لأنه ده خلقي منه. هلأ خبرني أكتر عن هدول الأرقام. 9 8 6. جازة؟ إيه؟ اسمحوا لي، رح أرجع بعد شوي. ابني، أنا بدي أسألك سؤال. تفضلي. عن اللي كنت عم بتقوله لملكة الحرمية عن رقم ما بعرف شو كان. قصدك هاد؟ الحقيقة هذا الرقم إيه؟ ما إنه رقم عادي، هذا كتير خاص. كيف؟ يعني الحبيب رح يرجع لحياته. ولي، مو معقولك هذا رقم تليفون ابني؟ ما عم بقدر صدق. رح يرجع للمشاكل، ما صدقت امتى الولد طلع منا. لازم احميه من ملكة الحرمية. وينه؟ وين رح ابني اديتيا؟ انتبهي علي علي. لا يا ربي، شو عم شوف بعيوني؟ كل الحكي اللي قاله البصار عم بصير هلأ قدام عيوني. يا ربي، بس أنا ما رح خليها تأذي أبداً. المرة الجاية انتبه وقت بتكون ماشي بين البنات. أمي علق الحلقة تبعها. ابني انشي سرعة وطلع من هون، ما بدي توقع بنفس الحفرة مرتين، الخطر حولك وحوليك. يلا بضايع عليك، لا تبقى هون، امشي. يلا امشي، تعال. طيب معي، لازم الحلقة تبعها علق يعني معك. فهم علي. سيداتي وسادتي، انتبهوا لي شوي إذا بتريدوا. أولاً بدي رحب فيكم بهالحفلة، واللي هي على شرف حدا من عيلتنا، وهي أصغر وحدة بالعيلة، وبالحقيقة هي انضمت لعيلتنا من فترة قصيرة على أساس إنها مرت خالي. أكيد لما حدا فيكم يشوفها رح يحسها طفلة صغيرة. بالنسبة لعمرها، مرت خالي بيها طفلة، بس قلبها كتير كبير.
بدي خبركن عن خطيبة خالي. هي من عائلة ديكس، الأخت الثانية لعائلة مؤلفة من 3 إخوات بنات وإجوا من جبل أبو. الأخت الكبيرة هي باني ديكست، المديرة العامة لأوتيلنا. لهيك سيداتي وسادتي، رح تنزف الصغيرة قبل الكبيرة، وكدعم لإلها خلونا نسمع زقفة. ومثل ما الجميع هون بيعرف، المرأة هي اللي بتصون جوزها وبتحمل اسمه، والمفروض إنها ترفع راسه، وهيك بصير عنا ثنائي مثالي. ولازم أقول إنه مهما طلع وحكي عن بيها، هذا ما بيهمني. أنا والكل منقبلها كفرد من عائلتنا وسعداء بوجودها معنا. سيداتي وسادتي، بدي رحب فيكن كتير بحفلتنا هي، وبحي ابني رامفير اللي صار عم بيمضي معظم أوقاته بالصلاة وما بيعرف أي شي عن الحب، حتى أنه ما بيعرف حقيقة أنه الحب هو أعظم شي بهالدنيا. على كل، نحن اجتمعنا هون لحتى نشارك جاي وبيا فرحتهم. وبصراحة أكتر شي فرحني بهالخطبة إنه بيا استقرت أخيراً بيناتنا. بابا، مع إنك عايش بعيد عن أمي صار لك سنين، عم تحكي لنا هلأ عن الحب، بس معلش أنا بتعلم منك. بدي قلك إنه حتى كلمة حب بتطلع من تمك بشعة، وأكتر مما بتتصور كمان. ما تخيلت إنك تكشف تفاصيل حياتي أبداً وقدام كل هالناس بدون ما تستحي من أي شيء. عن شو بدك يعني أحكي؟ عن واحد خلى جوازته كلياتها تصير مسخرة؟ على فكرة أنت صاير نسخة عن أمك. أنا مبسوط بجمعة عيلتي وبجيت بابا على هالحفلة لنرحب بمرت خالي المستقبلية. ماما كمان إجت لحتى ترحب فيها كمان، بس لازم بالأول خبركن عن بيت العيلة. بعيش معنا هون كتير ناس وكلهم مرتبطين بخالي جايوالي بعلاقات مختلفة، بعضها قرابة وبعضها التاني ممكن يكون مرتبط بأعمال إنسانية أو حتى علاقات غير معروفة، بقصد علاقات بدون قرابة دم. يعني خلينا نقول هالعلاقات ما إلى أي مسميات، بس بتترابط مع بعض البعض لحتى تشكل هالعيلة بالنهاية. ومشان ما كتير تسألوا حالكن عن شو عم أحكي صار لي فترة، رح أشرح لكم عن وحدة بين خالي جايوالي وبين بوشكر. بوشكر منعتبره واحد من عيلتنا، خالي جاي جايبه من الشوارع، وبيقولوا إنه بوشكر التقى بحاويت زبالة. كانت أمه فقيرة كتير وراح أخوه على السجن لأنه كانوا متهمينه بالسرقة. ما بعرف شو اللي شافه خالي بعيون بوشكر بهداك الوقت لحتى يحواه عنده بالبيت، وتحول هالولد من واحد متشرد لموظف مهم بالشركة، واليوم صار عنده بيت فخم وكبير مع راتب ممتاز. وكلكن بتعرفوا انه بوشكر مفضل عند خالي جايوالي ومثل ابنه، وهو كتير بيحب خالي وبيحترمه بنفس الوقت. وبوشكر اكيد بكن هالمشاعر نفسها اذا ما كانت اكتر للمرة اللي رح تصير مرت خالي الجديدة، وهالمشاعر ما بيقدر يوصفها. ولأنه حفلتنا عاملين الليلة على شرف بيا، فلازم يكون له حصة كبيرة فيها. بهالمناسبة واللي بيا نجمتها، رح أطلب من بوشكر إنه يجي لهون وياخذ المايك مني ويعبر عن مشاعره للي حتصير مرت خالي، ويحكي لنا شوي عن إحساسه تجاهها. بوشكر،